بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في هذا الفيديو التعليمي استخدام اختبار مربع كاي للاستقلالية كاي سكوير تيست فور ديبندنس. ومثل ما نعرف هذا الاختبار هو من ضمن الاختبارات اللامعلمية اللي يتم استخدامه في حالة المتغيرات الاسمية او احيانا نسميها الفئوية. فنعرف مربع كاي يستخدم اما لحسن المطابقة لما يكون عندنا اما نختبر للتساوي equality، او نستخدم مربع كاي اذا كان لدينا فرضية ومن ثم متغير واحد نختبر حسن المطابقة، او نستخدم اختبار مربع كاي إذا كان لدينا متغيرين اسميين أو لدينا متغيرات فئوية، كأن تكون فئتين أو أكثر من هذه الفئات. أيضا يمكن استخدام مربع كاي للاستقلالية، هل يعتمد المتغير الاسم الأول على المتغير الثاني؟ هل هنالك علاقة ارتباط وتأثير بينهما من عدم وجود هذه العلاقة؟ لنأخذ هذا المثال، سوف نطبق اختبار مربع كاي للاستقلالية إذا كانت لدينا بيانات مبوبة أو بيانات غير مبوبة. فنبدأ إذا كانت لدينا البيانات المبوبة وأردنا أن نختبر العلاقة ما بين جنس الفرد وحالة التدخين، يدخن أو لا يدخن. فإذا توفر لدينا بيانات مبوبة لأفراد يمارسون عادة التدخين، 12 فرد، 10 منهم ذكور واثنين إناث، وأفراد لا يدخنون عددهم 13، 8 منهم ذكور وخمسة إناث. الفرضية قيد الاختبار أن جنس الفرد وحالة التدخين لا يوجد بينها ارتباط، أي عدم وجود ارتباط ما بين الحالتين. والفرضية البديلة هي وجود حالة الارتباط ما بين الظاهرتين، وطبعا الظاهرتين هي اسمية nominal. طيب، بالبداية راح ندخل في الفاريبل view الجنس الجندر، ونعطي واحد للذكور واثنين للإناث ككود للحالة، ونأخذ حالة تدخين السموك، وأيضا نعطي واحد للسموك يدخن واثنين لعدم التدخين. ثم بعد ذلك نقوم بإدخال البيانات، فيكون لدينا جنس الفرد في حالة كونه ذكور يدخن ولا يدخن، وفي حالة كونه إناث يدخن ولا يدخن، والتكرار الفريكوانسي موجود أمامنا. الآن الخطوات فيما إذا كانت هذه البيانات مبوبة بهذه الصورة لدينا تكرار، فالخطوة الأولى هو الذهاب إلى قائمة داتا، ومنها نختار ويت كيس لتكون هي في نهاية القائمة، وبالضغط عليه ينفتح لدينا مربع الحوار ويت كيس. طبعا عندنا نجري الاختبار باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS Version 26. ديفولت راح نجد عدم تفعيل لمربع الحوار، لذلك نقوم بتفعيله بالضغط على خيار Wait Case By، ومن ثم ننقل الفريكونسي إلى مستطيل الخيار Frequency Variable، ثم بعد ذلك بالضغط على OK راح نرجع إلى الواجهة ونختار من قائمة Analyze،
ومنها إلى descriptive، ومن القائمة الفرعية نروح نختار cross tab. بالضغط على cross tab سوف ينفتح لدينا مربع الحوار الواضح أمامنا، وننقل الجندر إلى رو والسموك حالة التدخين إلى كولوم أو العكس، يعني ما راح يفرق عندنا حسب ترتيب البيانات ورغبة الباحث. ثم بعد ذلك راح نضغط على statistic فيفتح لدينا مربع الحوار الواضح أمامنا، نأشر كاي سكوير وأيضا للارتباط ماكليمر. ثم بالضغط على continue راح نرجع إلى مربع الحوار السابق ونضغط على cell. بالضغط على الخلايا لغرض تعريفها ينفتح لدينا مربع الحوار، نأشر الاكسبكتد والأوبزيرف وأيضا أشر رو والكولوم. بعد ذلك نضغط على أوكي فنحصل على الجدول ذو الاتجاهين اللي خاص بالكروس تاب للمتغيرين الاسميين. في حالة الجندر عندنا الميل والفيميل، وفي حالة التدخين سموك نو سموك. فراح ينطينا الكاونت الأعداد لكل من هذه الحالات، وكذلك البيرسنتج إضافة إلى الاكسبكتد كاونت الأعداد المتوقع. أما قرارنا بصدد وجود العلاقة من عدم وجود العلاقة فنعتمد به على الكاي سكوير تيست. فبيرسن كاي سكوير تيست القيمة مالته 1.47 والأسامشن سيجنيفيكانت تو تيل هي أعلى من 5%، وبالتالي قرارنا لا توجد علاقة معنوية ما بين الظاهرتين الجنس وحالة التدخين. البعض يقول خطأ وجود فرق معنوي، إننا نختبر العلاقة، العلاقة ما بين المتغيرات الإسمية اللي احنا أخذناها جنس الفرد وحالة التدخين، فهنا لا توجد علاقة معنوية، أي أن الظاهرة قد جرى حسابها وحصلنا على هذه الأعداد بالصدفة، وأن هذه الظاهرة إذا أخذنا عينة أخرى قد تكون غير قابلة للتكرار. طبعا الفورمولا اللي يعتمد عليها الاختبار هو ظاهرة أمامنا كاي سكوير، ممكن حسابها أيضا يدويا من خلال الكالكوليتر. طيب إذا كانت لدينا البيانات غير المبوبة، نفس البيانات اللي كانت لدينا في حالة التبويب جندر وسموك، نفس هذه الأعداد، الآن نرجع إلى أصلها، وبالتالي الفرد الأول الكيس الأولى كان ذكر يدخن، والكيس الثاني كان ذكر يدخن، وهكذا لباقي الأفراد. نقوم بالترميز لها مثل ما شفنا تعريف المتغيرات، حالة الجندر نعطينا 1 للميل و2 للفيميل، وحالة التدخين نعطينا 1 لليدخن و2 لا يدخن. طيب الخطوات، نقوم بعد التعريف بإدخال هذه البيانات، ونلاحظ أن المتغيرات 2 هم نومينيال، كلاهما هو متغيرات اسمية. طيب راح نروح على analyze، وهنا راح نلاحظ ما نحتاج إلى الويت كيس لأنه هنا ما عندنا تكرار، هنا مباشرة على البيانات نروح. فنروح على analyze ومن descriptive والكروس تاب، ثم بعد ذلك ينفتح لدينا مربع الحوار، نقوم بنقل هذه المتغيرات الجندر إلى الرو وحالة التدخين إلى الكولوم،
وبالضغط على statistic يفتح لدينا مربع الحوار، ونقوم باختيار الكاسكوير، ثم بعد ذلك continue. راح نرجع إلى نفس مربع الحوار الأول ونضغط على cell ونؤشر الـ observed و expected وكذلك الـ row والـ column، ثم نضغط إلى continue ونرجع إلى المربع الأول ونضغط OK، فنحصل على النتائج وهي مشابهة تماما للنتائج اللي حصلنا عليها في حالة البيانات المبوبة. ونلاحظ هنا اختبار مربع كائن طان نفس القيمة وكذلك نفس الأسامشن، وبذلك يمكن تنفيذ هذا الاختبار في حالة البيانات المبوبة أو في حالة البيانات غير المبوبة.